اهلا وسهلا فيكم في قناه اليوميات. طبعا اليوم الفيديو المنتظر. هيفاء كم يوم لها في تنتظر؟ اليوم راح نحتفل بيوم التأسيس وراح نلبس لبس القديمين وبراقع ودهن. انا اوريدي اني ضيعت برقعي للاسف. ضيعت برقعها كم نسيتها بالمنتظر. انا اوريدي سويت شعري. اوكي هذه الحين بتبدا راح تشوفون لوك اليوم. هيفاء اسمي هيفاء. انت شفتي لوك هيا؟ لو شفت قناتها توقع إيه؟ مسويه لوكها وكل شيء بس انا ما شفته. فبتجهز اليوم بتشوفونا وين بنطلع. بنطلع مكان بنحتفل هناك وبننبسط. وصالح بعد صالح بيلبس بعد اليوم. يلا خلينا نلبس. كلهم متحمسين مره. بس اهم شيء لا تنسون الاشتراك واللايك وفعل الجرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد. و يلا روح بسرعه بسرعه بالمكياج الحين. هذه انت تسوي هيا بتسوي الحين شعرها تلفلفه. يلا يا هيا لفلف شعر. هيا هيفا هيا هيا الحين الخبط بينهم الان. هذا الجهاز مره يفك ازمه سريع. اعتمدناه الحين باللفلفه الصراحه اسرع. لا والله يا صالح تستعبط ترى مو في الصوره. شوفه شو شلون. شوف اوريك هنا لفي. شوف شلون الخصله تجنن. انا ابي اخلي الخصله تكون قويه عشان بعدين تنفك. انا عارفه بس انه انا حقاتي قويه. لا صح لا قويه. ها تقول قويه لا انت مو قويه. متحمسه تتمكجين؟ اي لا يلا انا نبدا الحين ميك اب. هيفا تعال هنا شوي. هيفا هنا ايوه. احط لها الحين الكريم. طبعا اول شيء حطي هذا البرايمر. اول شيء حطي وجهك اي عشان احط انا الكريم الاساس فاونديشن. طبعا اخر شيء سويته اني لفلفت شعري قبل المكياج. لا احسن خليك جاهزه افضل. اهم شيء البرايمر عشان يثبت المكياج. وهنا هيك بخشمك من هنا 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 اوكي يلا تعالي. حطينا الكريم طبعا خفيف. حطينا باقي الحين الكونسيلر وبنكمل الاي لاينر والاشياء. عند اي لاينر خلصنا. خلصنا الميك اب والشعر بقى اللبس. فصالح هذا هو بروح البس. واو يا صالح اروح البس يا صالح الكشخة. وهي خلصت لبس بس باقي ميك اب. طبعا هذا لبسها الله يمكن ما كملت اكسسوارات باقي تونا. الذهب نملى الدنيا كلها ذهب. بصير ابرق تبرق كذا برق. يلا وخلصنا لبسنا الجميل مرة. الله يحيي على البرقع حلو مرة. هذا صالح وكشخته. تلبسين نقاب انكتمت من جدك؟ كل شوي سوي زي كذا. ربعي احسن ارتاح. عاد هذا والله هذا مو زي النقاب هذا عشان يبين المكياج بعد كذا. بس حتى النقاب يغطي يعني من هنا. تنكتم ما تنكتمين؟ ورينا يدينك وش حاطه؟ الله يا هيفا وانت هيا اسمي والله. يا هيفا واو يا هيا. وهيفا طبعا شوفوا وريهم هنا العقد حقك يجنن. نبرق يبرقون. هذا صالح طبعا ثوب مريح نفسه. ماما الله خلص خلص. والحين طبعا بنطلع وبنطلع بالزي نفسه. وهيا برقعها. وهيفا بتصورين اذا طلعنا؟ بنصور اذا طلعنا بنوريكم احتفالنا وكل شيء. يلا متحمسين؟ يلا متحمسين نطلع مع بعض؟ يس يلا. افتحوا باب القصر لا تسكونه خلوا البيبان للزين فتاحه وابعدوا عن دربها لا تمرونه من يدور للتعفار قراحه اقدمي يا شيخة الزين وفنونه وترجي بشويش بالراحه ونعرض لك بنت عنده ومزيونه قولي انا شيخة الزين وسلاحه رددي. وصلنا الفعالية ان شاء الله تطلع حلوه. هيفا هيا الله على البرقع يا هيا شكلك جنن. وريني فريم طاحت الشيله.
والله عاد كل الناس لابسه براقع، تدرون اكثر الناس لابسه براقع صح؟ اي احنا للحين ما دخلنا. ها احنا ما دخلنا صح تونا؟ اي برا احنا. هيا هيا لا يفوتكم، بس مو لايك فيها دمعة برقع. وانا صالح تخيلوا مقومينه من النوم، عز نومه. يلا يلا هيفا ان شاء الله عاد تطلع الفعاليه زينه عاد. الله يا هيا لبست العبايه على الراس، تقول ماما من غمته تراني مره. هيا الناس كلها لابسه نفس اللبس. واو عالية شكلها مرة تجنن. هذي يمكم هيفا، هذي يمكم، ها انت يمهم. حياكم الله اهلا وسهلا، نورتونا يا مرحبا، حياكم. قاعدين نسوي ماما حمرتي حق صالح، شو اسمه شماغ صالح. الله يا صالح، احلى كذا صالح؟ لا الا حلو كذا. تصوير يجنن كذا صالح، عشان ما يطيح، عشان ما يطيح خله نفس بابا. يلا يلا تصوير صالح، صالح تصوير عشان يلا. عمرتي خربت، شوفوا. لا ما في شيء، ما تبين ما تبين. شوفوا صالح وينه. صالح انت راكب جمل ها؟ يلا يلا من الشرقية والجنوبية والوسطى وهناك الشمالية، مرة الفعالية تجنن. متحمسة لها؟ جوعانة، هيا مرة جوعانة تبغى تاكل، تقول بنروح الحين ناكل. يلا واو مكان يجنن، منتجات حرف يدوية وأشياء. طبعا هنا مسرح، فيه يجي بعدين عرض، عرفتوه؟ نعم ما حد مات. لا حسب الله يا حيا الله. ايش فيك غمتي؟ يلا بنروح الحين ناكل، يلا ايش نستنى. يلا احنا الحيا هريس جوعانة حرام مره، ما تغدت و لقيت فوق هريس. هذا هريس حساوي؟ اي نعم هذا هريس حساوي ما شاء الله. هذا خمسة واحد الله يعافيك. ها واو شوفوا هنا يبيعون بشوت. ناخذ صالح يلبس، ناخذ صالح الحين يلا يتحرك، دايخ بيلبس بشت، بيطيح البشت. شماغه كل شوي طايح شماغه، كيوت مره. شوفوا هنا الالوان البشوت ما شاء الله يخيطها، شوف خياطه يدويه شفتوا. ناخذ لك هيفا بشت. شفتي هذا البيت؟ هذا بيوت الاولين كانت كذا كذا، هذه جلستهم شفتيها؟ شوفوا وين يناموا، تعالي شوفوا وين يناموا برا في السطح. شوفوا لا 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 شوفوا هنا البقالة، هذه بقالة الأولين هيبة. شوفوا البقالة، شوفوا البيبسي لا يفوتكم، حلاوة بقر. هنا المحمصة مرة يجنن كيوت. هذه السيارة كيوت. تبين السلم والتعبان هيبة؟ قاعدين فاصل ناكل هريس. والله مره يجنن، شوفوا واضح واضح انه يجنن. خلصنا صحن والحين الثاني. اوكي طبعا نقول لسالفه صالح بعدين. ايوه بعدين اوكي. صالح اي ياكل له الخبز يجنن. صالح ايش فيك؟ بس اللي فوق اكل اللي فوق، خلاص اكل اللي فوق معلش. حلو انفيسه هالولد انفيسه. الحين إذا رحنا مكان ثاني لقينا أكل ثاني شريت لك، أوكي؟ تعقد المعاهدات مع القبائل والسحرة الآن تكون التنوعية أكثر في تعاملات سياسية وتجارية. هنا متحف بنشوف، ندخل ونشوف. هذا المتحف، هذه العملات القديمة. شوفي العملة القديمة هيفا كانت مرة كبيرة، شفتيها؟ هذه ليش كذا؟ كبيرة.
هذه كانت عملة ريال الفرنسي مو عملة سعودية. مو السعودية. هذه السعودية، هذه أول عملة سعودية. مكتوب عليها نجد. إيه كم مكتوب عليها نجد؟ هذه في عهد الملك عبد العزيز. عهد الملك عبد العزيز اول، هذه شو اسمه برقع اول. وين هيفا؟ برقع الاول والاكسسوارات حقت اول. هذا الزي السعودي القديم. تبغى نفسه صالح اخذ لك؟ حلو مره. شفت شلون مسوي الرجال؟ نفس اللي كنت اقول لك عنه صالح، كنت اقول لك سوي هذا حق الوشوش، هذا شو اسمه سلاح. نبدا الحين عرضه، بيكون مره عالي لان قريبين عندهم صوت عالي مره. العرضه هذه حقت المنطقه الوسطى صح؟ اشوفهم افتحوا باب القصر لا تسكتون حلوا البيبان للسعد افتحوا باب القصر لا تسكون خلوا البيبان للزين فتاح وابعدوا عن دربها لا تمرون من يدور للتعثار قراح اقدمي يا شيخة الزين وبنون وترجي بشويش بشويش بالراحة ونعرض لك بنت عنقا رجال الواحد يشب مع العرضة يعني يرقص مع العرضة. تخيلوا جاء صالح من نص، صالح يسوي بيده كذا يرقص، وجاء من نص بين الناس وياخذ صالح من ايده ويدخله معهم العرضة يرقص. تخيلوا شلون رقصت معاه؟ شلون ورني الرقصة كيف سويت كذا معاه؟ مبسوط مبسوط، يقول ماما المرة الجاية باخذ معاي سيف ترى عشان اسوي معهم. ها هاي بشتي انت يوم جاء؟ تخيلي هي جاء من وسط وخذها ودخله معهم يرقص، انبسط مرة. والحين طبعا خلصت الفعالية وبنختم معكم الفيديو. لا تنسون تضغطون زر لايك وسبسكرايب وفعل جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد، ولا تنسون تضيفونا على حساباتنا السوشيال ميديا وباي. طبعا واضح التعب، الميك اب وريني هيفا، راح الميك اب كله وريني هيا. انا راح انت خلاص ما عاد في البرقع. وينه وين البرقع يا هيفا؟ وين البرقع؟ ولا نقطة مكان. اي ما في شيء، حمرة راحت. افتحوا باب القصر لا تسكتوا.